السلام عليكم إخواني المواليع، أعزائي المواليع، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامجكم مسار مولوع. إخواني الأعزاء، في هذه الحلقة إن شاء الله سأستضيف مولوع، يعني مولوع كبير ومولوع معروف على الصعيد يعني المغربي، وهو من مدينة مراكش. لأول مرة سأستضيف مولوع من مدينة مراكش، وأتمنى إن شاء الله أن أستضيف يعني ناس خوين وموالي خوين من مدينة مراكش، لأنهم كما كتعرفوا عندهم ما يتقال في هذا الميدان ديال تغيد الحسون الأصيل. فإن شاء الله فهي حلقة متميزة، فأتمنى تعجبكم، فتفضلوا معايا نتعرفوا على قصة هذا المولوع الكريم. والسلام عليكم. السلام عليكم سي أحمد. كده سي أحمد بخير؟ لاباس عليك؟ صحة بخير؟ السلام عمرك اسيدي علي، معك وشرف كبير هذا ملي شفناكم. بارك الله فيك سي احمد، وحصل لي الشرف ملي درت معك هذا الاستجواب. بارك الله فيك سي احمد، تابعت ديجا استجوابات ديالك مع باك. بعض المولوعين مسار مولوع، اييه، وداك الشيء عندك راه تخي بغيون. بارك الله فيك سي احمد، ان شاء الله في واحد لو ريتشيرش اللي هو جميل وفايق الجمال ليه بالنسبه للكتابه وبالنسبه للمولوعين القدام. بارك الله فيك سي احمد. هاد القناة نورمالمون أدات على قبل بحال هاد الشيء، أننا كندير واحد كما كيقولوا واحد الأرشيف ديال المواليع القدام ديال المغرب كامل. في وقت ما طاحت لي الفرصة كندير شي مع شي لقاء مع شي مولوع، كيف ما وقع لي معك أنت صدفة، تلاقيت معك في جديدة وكنشكرك، قبلتي لي الدعوة ديالي وقلتي لي مرحبا بك عندي في الدار وتهليتي فينا. سي أحمد، بطاقة التعريف ديال سي أحمد باش يعرفوه المواليع. عجنا كان محمد ازداد في 1946 من مراكش. تبارك الله. اييه. المهنه، المستوى الدراسي. المهنه ديالي حياتي كلها هي ارتيست بانتر. ارتيست بانتر. يعني من الرسام المعروفين في المغرب. شكون هما هاد الناس اللي واش قريتي هاد الرسم ولا كاين؟ البدايه ديالي موهبه، وثقلت الموهبه ديالي مع جاك ماجوراي تبارك الله الفنان الكبير تبارك الله، ومع إيليا غاسيا كان تقري عندنا في مرات فيكتور هوغو تبارك الله، ومع جون سيميون استاذ في ليكول دي بوزار دو باري. ومن بعد استمريت في الحياه ديالك وثقلت الموهبه ديالي بوحدي. يعني ودرتي دي طابلو، درتي والاف ديال لي طابلو ياك رسمهم في حياتي. وتنجيو ان شاء الله عندك لمراكش، لان دابا جيت عندك الوالديه. مرحبا. تنجي لمراكش ان شاء الله ونشوفوا الاعمال ديالك. مرحبا. اذا السي احمد، كما قلت لك هذا البرنامج مسار مولوع، عامل الكلمه دي من العنوان ديالو غادي تفهم. اذا مادام تفرجتي في بعض الحلقات ياك، اييه، تفرجتي بعض الحلقات وشتي الناس عاودوا القصه ديالهم، اذا انا اليوم جيت باش سي احمد يعاود ليا ويعاود لينا القصة ديالو مع الطيور، كيف بدأت منذ الصغر؟ اللي غادي نقول لك هو يعني حتى تكون شي موهبة مع الإنسان من صغره على واحد الحاجة كيتبعها وكيسقل الموهبة ديالو مع ناس أخرين اللي هما سابقينه. نعم. في الولاعة ومعلمين كبار. نعم. وإلا كان الإنسان ذكي راه كيتبع الكلام ديالهم اللي معقول واللي غلط، واحد النهار يوصل يعني الهدف ديالو بالفضل ديال الطيور وبالفضل ديال هذوك الناس. واخا سي احمد، دابا السؤال ديالي، انت في صغرك شكون شنو هي الحاجه اللي خلاتك تبلى بالطيور وخاصه المقنين؟ واش كنتي عايش في الطبيعه، عايش في شي بلاصه فيها جنانات، ولا كاينين الناس ديال الاطفال اللي كانوا كبار منك تبليتي معاهم، ولا الوالدين؟ الحقيقه الوالدين ديالي الله يرحمهم برحمة الله يعني ما كانوش تيبغيوني نكسب الدور على قبل القرايه. ياك. اييه. ياك تي كتاكل العصا. ماشي هي العصا. الطيور ديالي انا المخيرين، وكانوا طيور يقام لهم ويقعد. نعم. في هذيك الوقت كنت نعلقهم غير عند الناس اخرين. اييه، علاش؟ لان ما يمكنليش ندخل الطير للدار. اه ولاك. كان الوالد وخويا الله يرحمهم ناس متشددين آه. بمعنى الكلمه. وفي الواقع عندهم الحق. ياك. عندهم وكيفاش الحق بواحد النوع على قضيه الدراسه. نعم. ديالي. فهمتيني؟ نعم. ولكن الهوايه نعم. تتغلب على الاراء وتتغلب على الحقيقه. نعم. هي الملك. لان كيتملك واحد الانسان وتيمشي مع واحد الهويه
اللي عزيز عليه وكيبغي. واخا سي احمد علاش بالضبط غنكون تكون دوزتي الجباد ودوزتي الفخ ودوز وقتلتي الطيور كاين ولا ما كايناش؟ والله يسمح لينا ياك. اقول لي شحال اقول لي شحال كنت كتاكلهم بعدا ولا اش كنت كتاكل؟ الجباد درتو وكنت معلم فيه. ياك فهمتيني. والطيور يعني ما كناش تنضربو غير الطيور غير هكاك وصافي. عما تاكل بحال الحمام بحال القره ياك فهمتيني. بحال بعض شي طيور اللي هما صغار كانوا تيكونوا سمان وزينين باش تاكلهم. معلوم غادي ناكلهم واخا لان الا قتلتي الحاجه بدون ما تستافد منها هذيك راه خاطئه مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحانه وتعالى عندك الصح. تستافد منها واخا سي احمد. علاش علاش مشيتي للمقنين وعطلنا الطيور في الطبيعه؟ لان ام قنين نعم يعني من الملوك ديال الطبيعه. نعم. وهو يعني حد ذاته يعني كيجلب الناس بالصوت اللي عاطيه الله سبحانه وتعالى والرنين والجمال ديال صوته باش يتصنتوا ليه. هذا هو الدافع اللي جعلنا باش نحبوا ام قنين وباش نتابعوها من صغرنا حتى لهذا العمر اللي كتشوف حتى لهذا العمر دابا. وما عجبك حتى شي طائر؟ كاين العصفور كاين السمريس كاين البانسو الانسان حتى الانسان حتى يعرف اصوات الطيور راه كاين اللي تيسمع صوت الطير تيدخلوا غير في ودنيه وكاين الناس اللي كيديروا بحث على الاصوات ديال الطيور اش كيقولوا. نعم. واش اللي بغى يعطيو لهذاك الطير الاخر. نعم. ومن من, من عظمه الله سبحانه وتعالى ديال الخالق ابو حسون جعلوه فنان ديال الغابه. علاش كتسميها ابو حسون؟ يحسن اللغات. علاش كتسميها ابو حسون؟ يحسن اللغات هذا. نعم. الاسم ديالو باللغه العربيه. نعم. ابو حسون لانه يحسن اللغات وتيعطي اللغه ديال شك يعني كل طائر من الطيور اللي سمعوهم في الخلاء تيعطيهم يعني واحد يعني بحال نقول لك بالفرنسيه انتربريتاسيون ديال الطير اللي سمع بالجمال ديالو بواحد القوه وبواحد العظمه ديال الله سبحانه وتعالى. واخا سي احمد انت دابا في صغرك يعني غنكون غتكون بديتي هذا الشيء في 14 اون ولا 8 اون واش باقي كتعقل على اول مقنين شديتيه في يدك؟ اول مقنين كنا في الصغر ديالنا عزيز علينا الدياسك الهنديين. ايه واش جاب الديسك الهندي؟ وكان واحد لوكر كيقولوا ليه الجبل الاخضر. نعم. سبحان الله العظيم بالجمال اللي عاطي الاصوات ديال هذوك الطيور كانوا كاع الطيور ديال لوكر مراكش كيجيو لتما. ايه واحد النهار خرجت من السينما ودخلت لهذاك الجنان فيه ولد واحد القايد صاحبي تيقول ليه ولد القايد اليماني. نعم. وسمع الطير تيردد الديسك ديال ديليب كيمار اللي سمعته انا في السينما. ويلي عجبك الله عجبك الله. واحد صاحبي قلت له جاوا تسمع قال لي والله يا عجبك انا خويا الا تيقولك واش يعجبك؟ ابي بوبتي عاود عاود لي بوبتي بتي ابي بوبتي تيريريريري داي 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 ابي بوبتي تيقول لي الاخر بتي ابي بوبتي وسبحان الخالق العظيم من تما فاجاتنا حنا شبه لذاك. جاتكم جاتكم نفس الموسيقى يمكن هي ولا ما هي ولكن شبه ليها. شبه هذيك هي هذيك 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 الباس الشوكه الشوكه هذه دابا يعني جاي انا اللوكر ها الجبل الاخضر ها عرس مولاي عبد السلام. نعم. عرس مولاي عبد السلام من ورا السور ديالها كانوا شي صروبه ديال الماهر صغار. لان عرس مولاي عبد السلام ما كانش فيها الماء. فهمتيني تتسقى غير بالقوانس ديال يعني الماء. هذوك الكويدسات كينزلوا دوك الطيور المخيرين هما ولادهم كيشربوا تما. كنت تنقني فيهم وتنقبض. اول مقني قبضت في حياتي. ايه هو هذاك الطير وواحد الفرخ. ايه واش درتي ليهم؟ وانا غادي في حالي لداري الدار ديال الوالدين. واحد البوكسور كان ساكن في باب الدرب عندنا تيقولوا ليه بن حيده. طلبني قال لي اخويا عجبك انا مزاوب فيك هذاك الزخاوي اعطيني طوير وانا نعطيه هذاك الفرخ. وكنت تعطيه الجدر؟ حتى لا. علاش؟ لان الجدر سمعته وسمعت الاداء ديالو وسمعت كلامه. عطيته الفرخ قول لي الفرخ ها الزخ بيزا قوم الباه كاع. الحاصيل هذاك الفرخ كبر عند سي عند
سيد محيدة. نعم. ولا يعني من الملوك ديال المقدس. آه ويلي. اللي سمعته الدنيا. إيوا أنت أش كتفكر ديك الساعة؟ وأخويا والله إلا ما خليت كي درت باش ندي عليه. ما هو كان شامبيون دي ماروك خفتي. ولا عطا الله هو أنا. وما مشيت في الأخير تديت درت. تديتي. ولكن رديتو سي تروطار. آه بابا. في عامين وهو ساكت ما باقيش باقي. وسي أحمد. سي أحمد دابا دويتي لي على الكلام ياك. واش الوقت فاش شديتي هاد المقني اللي هضرتي عليه واش كان سي احمد كيعرف هذوك التواش كيقولوا ولا عي كينغموه يعني معنى الكلام صراحه في الصغر ملي كنا صغار بزاف كنا كنقبضوهم على قبل النغمه وكنسمعوهم على قبل النغمه وما كتعرف لا عيوب لا والو ولكن حيت قعدنا مع المعلمين ومع الناس الكبار اللي دازوا في التاريخ باقي كتعقل على التسميات ايوا كاين منهم السي محمد ولد رامو كاين باع بوليس كاين باع لي بوعين كاين واحد اليهودي في الملاح كيقولوا لي هني كاين في المثل طاهر بابا خليل الله يرحمه واليه برحمه الله يا ربي امين يا ربي كاين السي محمد ولد رامو ياك فهمتيني نعم كاين مولاي العربي الفحت من المعلمين الكبار انا تنظن حسب الفهم ديالي في المقنين والمعرفه يعني من المعلمين الكبار اللي دازوا في التاريخ ديال الخلويه مراكشي ولد الوداليه ولا الخلويه؟ لا الخلويه لان الودانيه الاصل ديالها جات من الدار البيضاء كان الخلوي كيقولوا ليه الوداني مازال غنجيك لهذ الكلمه هذه فهمتيني والويدان عندنا وكر في مراكش كيتسمى بالويدان ماشي يعني كيتسمى بالويدان فيه الفيرمات وفيه الدار 14 ولا 15 الوكر واخا سي حميد دابا قلتي هذاك السيد اللي معلم وهاد الناس اللي هضرتي عليهم كنتي كطيح معاهم كتجلس معاهم معلوم كان وانت صغير كان لا كان لا انا كون عندي ديك 14 عام وهما كبر منك شويه كبار بزاف في العمر ناس ديال 70 وديال أيه. كاين اللي عنده 80 كاين اللي عنده 45 كاين اللي عنده 50 وكيخليوك تجلس معلوم لان بنادم كيمشي مع اصدقاء اخرين اللي شويه وكيتسموا وكتحترموهم وكت الاحترام الكبير ما يمكنش تقول لي الا ما قالش ولا لا 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 ما يمكنش يقدر يخلي ضربو ومعلمين ديال المعلمين باش عرفتي معلمين شنو انت معلميت عندك انت في هذا معلمين لان كانوا ناس يعني تيعرفوا لوكار وتيعرفوا ولاد لوكار واشرح لي هاد لوكر تعاددهم هاد لوكر لوكر هو جنان إيه؟ كيكونوا خمسه جنانات سته إيه؟ في البلاد نعم وكل جنان تيهضر بكلامه بتعدده وبلغته ما يقدرش يهضر بلغه واحده اخرى اين هما اللي كانوا تيجيبوا الحفاظه بعضياتهم هما الدبغاويين كان ولد بلقادي يحفظ من بندره ولد بلقادي يحفظ من جناح سيره نعم ولد جناح سيره يقدر يحفظ من جنان الكبير هادو معاه كانوا مقاربين بزاف كيجيبوا الحفاظه بعضياتهم وكيفاش انت مع المده كنتي كتجلس اش كنتي كدير ملي كنتي كتجلس مع دوك الناس كيفاش كيبان لك ملي كانوا كيهضروا على هذاك التغريد بدوك الاسامي اللي كيعطوك كيف كتبان لك ديك الساعه انت وانت كنتي غير كتصيد وعا كتعجبك النغمه ديالها هذوك الناس يعني كانوا عندهم واحد التمييز واحد التمييز وتمييز كبير نعم بالنسبه للوكر اخوه وكلهما كانوا كل من واحد انسان منهم الا وتيجيب طيرو ولا بدا ولد لوكر ولا بدا وماشي كلهم بحال بحال هذا تيجيب ولد بدال هذا تيجيب ولد المامونية هذا تيجيب ولد جنان حسيرة هذا تيجيب ولد محيطة هذا تيجيب ولد بندرة ما عمر جوج تلقاهم جايبين كل طير بحال بحال عمرها ما كانت علاش؟ اليوم لان وممكن انا نمشي نصيد في جنان الحصيره وانت تصيد في جنان الحصيره يمكن انسان ما ولكن المعلمين انا اللي تنقول لك فهمتيني يعني كيمشيو يجيبوا احسن كانوا متميزين طيب. كل تيكسبوا كر باش حتى يقعدوا في النزاهه وتيتبرعوا مع ديارهم تيتفرجوا يعني باطيار متنوعه وانت الا جيتي لابس قميجه بالاحمر وهذا قميجه بالاحمر ولا اخر قميجه بالاحمر غادي تضرب في الاستاذ سميتو وتوليو بحال فنان وصافي ياك فنان واخا سي احمد بديتي كتكتب معاهم واحد المده طويله وبديتي كيفاش كنت كدير باش تعلم كتسولهم اونفا قال لك اللي تيسول عمره ما تيتلم اييه واللي سبقك في الحرفه ياك معلم ياك فهمتي نعم خصك تستافد منه والانسان الا كان تيسول عمره ما تيتلف صح المثل الله يكثر خيرك
ترى هذا الكلمه اللي قالوا لا التحديد اللي قالوا لا هذا سميتو علاش قال لك يفسر لك نعم وشنو هما الاخطاء تيقول لك الاخطاء هذا ياك فهمتي وهذا 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 تتولي تتعرف الاخطاء تتعرف الجمال ديال الطير تتولي تسمع طير فلان هذا تيقول طير فلان وهذا تيقول طير فلان وهذا تيقول طير فلان كتمشي تسمع هاد الطير اللي تيهضروا عليه هادو كلهم كيفاش داير ملي تتمشي تتلقى هذاك الطير كوان ديال الله سبحانه وتعالى وتتعطيه في المثل المقام ديالو بالنسبه لدوك الطيور خوتو خوتو ولاد الوكر ديالو تيهضروا بنفس الهضره ولكن هذاك متميز عليهم بزاف وشحال ذلك ديال الوقت حتى ولا السي احمد حتى هو عنده واحد المستوى في التعريف ديال الكلام ايوا العمر مجموع يا قال لك ما أوى الإنسان من العلم إلا قليلا لو مساه ألف سنة نعم صح الإنسان إلا كيبحث في واحد هذاك راه علم وأعطاه الله الإنسان واحد في الدنيا هو نبي الله سليمان عليه السلام كاينة فهمتيني هذاك عطاء من الله والموهبة الله اللي تيسقلها والله اللي تيعطيها للإنسان فهمتيني نعم وعمر إنسان ما يقول أنا خير صح لان تيتعلم اشياء وتتغيب عليه اشياء كثيره اذا سي احمد الوقت فاش تتعلم وبدا كيفهم التغريد ديال المقنين التفصيل ديالو الوقيته اللي ولا سي احمد ولا سي احمد كيفهم هذا الشيء كنظن ما بقاش سي احمد كيشد اي طير والصراحه هذه الموهبه كان عطيها لي الله سبحانه وتعالى من صغري اييه الى ما كان الطير يعني قاطع القطوع ما تنشريه ما تنكسبو والاكثريه ديال الطيور شاريهم من عند ناس اخرين نعم وكان هذا الشريف هذا اللي تكلمت لك بدا معلمي كبير عندنا في البلاد الله يرحمه عليه برحمه الله يا ربي والله يغفر ليه يا ربي امين كان هذاك في الولد مع كان تيصيد معايا الفود وصديق ديالي فين ما سمع وانا تنتيق به نعم لان تنتيق بدا معلمي ديالو حيت كيسمع شي طير زين عند شي واحد يقول لي فلان راه كاين واحد الطير عند فلان بيبيعو وراه زين اخو سي محمد ديال سير سمعو حيت تنمشي نسمعو تنلقاه في المستوى في المستوى تنشريه تنكسبو وديك الساعه حنا ما كانش فينا هاد اللهفه وهاد قليله الحياه ديال اللولعه انسان تيخرج للخلا ويقعد 60 طير 30 طير 40 طير ويقعد الجزوره هادشي راه حرام هادشي راه يعني ما يبغيه الا الله سبحانه وتعالى ولا يعني ها هي بدات تطلق القرض مشات ما باقي تيلقاوها كاع ما باقيش تيشوفوها حتى بعينيهم صح وما حرامش كانوا المبالع اللي عقلنا عليهم حنا وشفنا كانوا تيقبض جوج ديال الفراخ ولا الطير الا سمعوا ولد لوكر وما يقبضش ليه المنتوى ديالو فهمتيني وكانوا شحال من واحد تيكسب الطيور ونهار يعفو الله سبحانه وتعالى من اللولعات يديهم للخلا ويطلقهم بحال هاد الشريف مولاي العربي واحد الخطرة شد الطيور ديالو كلهم وداهم في المثل البن قرير وطلقهم واخا سي احمد دابا الوقت فاش انت وليتي المهم توليتي اجي وليتي معروف وهاد الناس وليتي يعني عشتي معاهم من بعد واش كنتو ملي كتمشيو للنزاهه ديالكم وكتسمعوا الطيور واش كنتو كتحاولوا تعرفوا شكون واش هذا اللي زوين ولا هذا ولا هذا بيناتكم مع بيناتكم معلوم معلوم الانسان بحال الا في المثل قعدت مع شي 10 ديال الناس وتيديروا الجبر وتتعطي شي واحد فيهم واحد العمليه حسابيه نعم وتيخرجها في جيبك ديالك حتى هذوك راه بحالهم وما يتقلقوش الناس ما يغلي الموالي الموالي مثلا المولوع عمره ما كيتقلق الا كان ذكي وعنده الفطنه ديال داك الشيء اللي كتسمع الا سمع لك عيا راه كعيا والا سمع لك كلام زين راه كلام زين وتكون انت عندك في المثل طير وانا عندي طير خوه وترك انت خير من ديالي انا راه تنعرف بين ترك خير من ديالي كاين علاش اللي بغيت نتخاصم معاك ولا بغيت نقول لك الله يسعدك والله يجعلنا انا يجيب لي خير منه او سي احمد هاد الكره اللي هضرتي عليهم واللي تعلمتي مع الناس انهم كل وكر كما قلتي كيجيب الطاي ديال كل وكر وكتعرف لا ديفيرونس وشرحوا لك لا ديفيرونس بين هذا وهذا وهذا شكون هو لوكر اللي في مراكش اللي كيتعتبر احسن وكر
بالنسبه لك انت انا هذه الكلمه هذه تنظن صعيبه شويه. علاش؟ لان البلاد عندنا كانت تتجلى يعني بطيور جميلين وعندهم اصوات رخيمه وعاليه في المقامات ديالها. فهمتيني؟ بحال في المثل مدينه مكناس. يعني في المغرب مجموع الطيور ديالها كانت تضرب بهم المثل في واحد الوقت. مكناس؟ ايه مكناس هي مدينه مكناس. فهمتيني؟ إيه؟ انا سمع الطيور ديالها. كاين فرق بيناتهم وبين ديال مراكش؟ بزاف. شنو هو الفرق؟ بزاف، الفرق هو الاداء ديال هذوك النواحي. بحال في المثل الاسفي. نعم. غادي نقول لك فاطمه بنت الحسين. ياك فهمتيني؟ نقول لك في المثل الاخرى اللي كبرات معاها وعاشت معاها. الحمونيه واقيلا. الحمونيه. نقول لك يعني كل وهذه البنت اللي طلعت جديده. اييه اييه. فهمتيني؟ كل كيعطي بالاراء ديالو حسب المعرفه، ولكن كيجيب واحد اللمحه. بصمه. يعني واحد البصمه. ديال فلانة ولا من فلان ولا من ياك فهمتيني؟ نعم. ولا بدا مثلا في الكلام ولا في الصوت ولا كتجيب واحد البصمة، ولكن مراكش غادي نقول لك أنا واحد الكلمة كانوا فيه شوكار. نعم. تقريبا واحد 50 عام هذه أو 60 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الحي الذي لا يموت. يعني حيت تسمع مقنين راه تتنعس وما تيبغيكش يديك النعاس. والله ما تنعس بالله، كتمنى باش داك الطير دير لي مويه ودير جامع باش تشريه ويكون عندك ديالك وتحفظ عليه الفراخ. ولكن ما قلتيش لي دابا انت بالنسبه لك لوكال ديال مراكش كيعجبك اللي تفضل تاخذ الطيور ديالو؟ الانسان حيت تيكون عشاق. وتيكون باحث. اييه. في الاصوات. كتسمى بام القانون، المسطره الجنائيه اللي خرجت من فمها زوين. عزل مقنين كلها هي زينه الا القبيح منها. كان صوته جميل ورنين وكريستاليزي وتيقول بعض الاغلاط النحويه. نعم. بحال دابا شي واحد تتهضر معاه بالفرنسيه المثل وتيكون قاتل لا جرامير، وتيجي واحد تهضر خير منه بالفرنسيه. هي كاينين. ولكن عنده لارغو. اييه لارغو صح. فاميليال فاميليال. الاصوات ديالو. هكاك ام قنين، واش واحد خالي العيوب والصوت ديالو رنين وجميل وواحد نفس الكلام تيقول ثلاثه تحيات ولا اربعه، واش بغيت نقارنه انا بهذاك؟ صح. راه ما غاديش يمكن. صح. دائما الانسان الى عاطيه الله سكون ابيل لوغاي الاذن نقيه تيسمع بها ديما النقي. والحاجه اللي هي ما عجبتوش في النقاء تيدوزها من هذه البلاصه وترجع للور. واخا سي 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 احمد. اجنكن اجنكن. بالنسبه للولاعه، الولاعه بالنسبه لكم انتوما، واش كنتو كتشدوا القراع ولا كتشدوا الجدغ؟ واحد الوقت. نعم. كيف قلت لك كانوا الطيور زينين فاتوا هذا الشيء اللي تيحفظوا. نعم. واحد الجمال لا يتصور. كان الجدر تيتقبض. ولكن ماشي بواحد قلة الحياة وواحد قلة الأدب. نعم. تتقبض في المثل الجدر والفرخ والنتوة دائما فوق راه. ويمكن كاع يهرب لك هذاك الطير وتيرجع للنتوتو. نتوتو بصح. فهمتي؟ ويعاود يولد معاها ويكون معاها وليدات. دابا راه كيف تيقولوا الرقيق والبرقيق. واش النتاوي عباد الله اللي تتعطي فريخات وتتكون في الخلا تتعطي وليدات وتعاود تلقى باش تقبض انت فريخ؟ ولاو تيتقبضوا الفراخ ويتقبضوا الجدوره ويتقبضوا حتى النتاوي. واخا سي احمد. سي احمد نرجعوا للكره. نعم اسيدي. اعطي شنو هو الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ اعطيني مثلا شنو هو الفرق؟ مثلا انا مثلا شخصيا. اعطيني ودنيك. انا. اسمع لي اعطيني ودنيك. دابا ولاد المامونيه. مالهم مالهم. تعد الحقيقيين ديالو يقولوا باق عليه شتقات لي فيه وفيه هذو هما التعد. ديال المامونيه. ايه تربيك 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 ارتا 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 ويسك 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 بلي 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 باتي وتردوا عليها خرج ديال عرس بن دريس بلا تقى معاها. ايه ورا 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 تي ويسك اس باتي باكلي 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 ترين لا ولا 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 وتشاب بحال ديال بدل. هادو ولاد المامونيه ولاد بدل كيقولوا نعاد السيدي سقل لي الكوبيه الحره التعويقه الحره من تهزو الكوبيه ديال شديد ديال فين ديال فين؟
ديال وكدال ديال وكدال سقلي سقلي هي هي اللي كيفالو عندنا حنا تكلي ديالكم كلي لان هي علاش مهزوزه على اين سقلي سقلي سقلاس 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 سقلي لو 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 تشا سقلاس 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 سقلي را 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 تشا عاد تنقيس ديالهم كسبر لي كسبر لي كسبر تربي تربي والتعاد ديالهم وتنقيس وسميتو ولاد ابراهيم وابراهيم هذا توا وكر وكر من الملوك ديال لوكر اللي داز في البلاد شنو فيه هو سبريمبو سبريمبو تاو 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 هو 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 كرباتي كوات 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 تيباك سبريمو سبريمو هاك سكراكتي بجقلاك 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 راك 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 هذا ابراهيم وابراهيم عاد ولاد الكاليتوس بالو هذا دابا ميز بين الاصوات وبين التلوقات كاين جمل تغريديه مختلفه دابا تيقولوا بابا تكعي بيبي هذو ولاد الكاليتوس بابا تكعي بيبي فردا 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 والبسليه صبطي برويت كا 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 واخا واخا بلاتي سي احمد هادشي هضر لي فراسي اشك علي بغيت نسولك اشك علي ولاد العوينه اش كيقول اشك علي كيجبدوني انا واسميتي هذيك تعديده ديالهم واسميتي هذيك ودبر معاهم اشك علي عاد تيقولوا التبربيرة باك سري باك سري باتي وتيقولوا التبربيرة واش بابا 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 باباتي واخا واخا هاد هاد السميات اللي عطيتيني نعم اخويا ديال هاد الجمل التغريديه كلها هما اوكار وكل اوكار دابا هاد الجمل اللي عطيتيني التغريديه واش غير انت سميتيهم ولا من بكري كيتسماو لا لا من بكري كانوا الناس اللي هما اللي القدام كانوا كيقولوا هاد باليين قبل من هاد السميات اللي عطيتيني نعم تماما كي كانوا تيذكروا تعدهم وكي كانوا تيقولوا الخرجات ديالهم هادشي اللي قلتي دابا فمك كيقولوا بكري ماشي انت اللي حطيتيه فمك بحال دابا ولاد الكاريتوس انا اللي مولت لهم الهضره ديالهم وهاد المراكشيين عارفينها كلهم هاد الفرده فرده وبسليه صباتي بالربويت وحيت تيكون جاي شي كسب صاحبي تنقول ليه اصطفوا متنا متنا دابا هاد اللي قلتي لي انت اللي حطيتي هاد السميات على الكلام ولكن حسب الرانين والكلام ديالهم حسب داكشي سمعتي انت الله يرضي عليك ودونك كاينين ناس اخرين كيسميو طريقه اخرى لا كيسميو بمعرفه او بدون معرفه داكور دابا اللي بغيت نعرف هو كلمة الودانية واش حيت هذوك الطيور كيعيشوا حدا 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 لي فلوف حدا الودانية لا 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 دابا الودانية يعني في السبعينات الدراري ولا الدار البيضاء منهم الحاج عبد الرحمن منهم القزادرية منهم الحاج عبد الرحمن منهم الفران منهم سيدي محمد اللي كان كيبيعهم في باب مراكش الشيباني ايه ياك فهمتيني الويدانية كانوا تيقولوا هل الخلوية تير خلوي جاي من الطبيعة من الطبيعة مقبوض تيتسمى ويداني خلوي وبالنسبة ولكن ولاد الويدان مراكش عندنا يعني كاين يعني واحد القرية نعم تتسمى بالويدان فهمتي فيها ولاد جلال فيها كرتوا فيها هذو كورة اي هادو كرة فيها ولاد البرادعي فيها الفيرمات المنيعي فيها الفيرمات الاصودية فيها ولاد الصغير اللي حدا السبت ديال بن ساسي فيها ولاد الطرفة عاد زيد عليهم عزوز قنور قايد العياشي طصاعة الفردي قايد الواد طاروميت عاد الويدان داكوغ هادو كلهما وكار دايرين عاد منهم اللي تفقدوا قلالو ولاو الدراري تيخرجوا لولاد سيدي الرحال داكور تيقبضوا الطيور ديال سيدي الرحال بغيت نسولك سي 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 احمد انا على حسب اللي كنسمع نعم دائما كنسمع الاكثريه ديال الناس ديال مراكش كيقولوا لوكار كاينين عا في مراكش لوكار كاينين في العالم مجموع خصني بنادم تكون عنده ودن ويكون انا ارتيست باش يسمع ويميز الطير راه كاين الطير وكاين الطوير أيه. راه كاين الطير اللي تجيبو من البلقان ويكون خير من هادو ديالك ديال هنا ياك غير هنا فاس فيه كاين كاع هنا دازو طيور ما عندهمش الوصف لا في الصوت ديالهم ولا في كلامهم ولا في الرنين ديالهم
في كازا؟ ولكن ها؟ في كازا؟ الدار البيضاء كاين فيها لوكارتاية، كاين فيها لوكار ودازوا فيها مالي عا كلهم كانوا كيكسبوا الخلوية. أنت كتعرف شي لوكار في كازا؟ لوكار اللي عاقل عليه أنايا ودايز هو اللي حدا فين كاين السيمي. جيت ديك عرفت جيت فين كاين السيمي ديال البوليس كاين شي لوكار بار ديال الضو. أي عرفتهم أي عرفتهم. وتيوقفوا السلوك وتصنت لهم طيور زينين. السي محمد ميكي اللي كان في شطيبة سمعت الطيور ديال الدار البيضاء وديال بن سليمان اللي كانوا عنده. وكان اغلب الطيور اللي ما كانوش في مراكش ديك الساعه كان كسبهم هو. واخا وهاد الطيور اللي فهاد مثلا اللوكر ديال الدار البيضاء ولا في ديال مكناس واش هناك تشابه بين ديال مراكش وداك الشيء اللي كيكون اختلاف بسيط في التغريد؟ وفي التغريد راه اش غادي نقول لك؟ يقدر يكون تغيير في التعدد. اييه. يكون تغيير في الصوت. وسي احمد امتى سي احمد كسب طائر واعر؟ واخويا اش غادي نقول لك؟ سبحان سيدي ربي الكريم عطاني الله هذه البركه وهذه الموهبه يعني من صغري. في مكان الجمال كيتم جهتي حتى لجهتي. ياك. وحق الله حتى في بنادم. والله جميل ويحب الجمال. حتى تحب الجمال وتتحب المسائل الزينه. عطاء الله وفي الكون ديالو راه تيقويك وتيعطيها لك. ما تيحرمكش منها. لان الله هو العطي سبحانه وتعالى. ولكن لا بد تكون دوزتي طويات زوينين او لا سمعتي شي طيف شي قنت وعجبك ولا تكتب عليه. لا تمشي نشريه ولا مولاه ما بغى يبيعوا لي ترخ لي ضربوا. ادي عليه بزز. وقولي لي قولي دابا شي طيف اللي دوزتي انت شديتيه وشي حاجه. ايوا قبلنا تبارك الله تيوب. ياك. قبلنا تيوب. وسمعنا الطيور اللي مقنين وما تيهدرش بصوت مقنين. سبحان الله. يهدر باصوات خير من مقنين وهو مقنين. هو مقنين. ليش يجيبها خايبه؟ متيقن. لان مقنين يعني يحسنوا اللغه تعطي الله واحد الكواليزور في ودنيه وفي الصوت ديالو واحد الرنين عظيم جدا. وغادي نعاود لك واحد القضيه. نعم. واحد الوليد زوين الله يرضي عليه والله يحفظه. يا ربي في لودينا ديالو. ودابا راه ولا كساب تبارك الله. ياك فهمتيني؟ سميتو هاد الوليد؟ هاد الولد هذا تيتسمى بدريس الحجام. نعم. واحد النهار دايز انايا باش ندخل حسنت عنده. وسمعت عنده واحد الكوانت الله سبحانه وتعالى وانا نقول له بدريس هاد الطوير هذا منين؟ ياك قال لي واخو السي محمد واش بيتفلى عليا؟ قلت له حاول تبيعو لي. قال لي ما في بيع ما في شراء. ياك فهمتيني؟ والطير انا عرفته. وكاين واحد الولد يعني حتى واحد ما تيحملو في مراكش تيقولوا ليه دادة. علاش ما كيحملوش؟ اسمع من القدام وتيعرف الطيور القدام وتيعرف الطيور اللي كانوا تيقولوا على حقاش اللي الا قال لهم الهضره ما تيبغيوش يتسمطوا ليه. انا تنقول به في هذا الكونكور الاخر اللي داز والله الا هزيت الصينيه ديالتي وديتها ليه حتى لقدامه. قال لي راه الواحد اخو السي محمد اللي جاب لي تيه هو انت. مسكين. وعلى اين؟ كيقولوا الكنوه ديالو القديمه دابا تيبغي الناس يقولوا ليه داده. وهو سميتو محمد شليحه. مزيان في مقنين. هاد الولد هذا هو اللي غادي انا في واحد لوكر وشد الركاده اسميتو جاي تيتسلي الدخل دار فيها ويقول لي يا اخو السي محمد قبطيه استاهلوا. ولد براهيم اخر ولد براهيم وابراهيم. كنتو مقاتلين عليه؟ هو مشى ليه شحال كثر وما قبطوش ولقاني قبضو. وقال لي اخويا السي محمد تستاهلوا ولد ابراهيم وابراهيم ومعلم وتيعرفهم الله يحفظه. قول لي سي احمد بصفتك من الناس القدام امتى بدا الكونكورات ديال الودانيه في مراكش او في المغرب؟ في مراكش ماشي شي حاجه كثيره هادي. اييه. ولكن الكونكورات والحفاضه يعني الدار البيضاء سبقوهم بسنين متعدده. داكور. وكانت عندهم الخلويه. المراكشيين غادي نقول لك الله تعالى وعلم الا من ورا 90. من ورا 90. لان انا كنت بغيت ندير لهم بحال كي دارت الجديده فيديراسيون ديال المقنين في المغرب ويكونوا هما السباقه الاولين. الله علم الا في 78. كنت بغيت ندير لهم هذا سميتو. نعم نعم. وناضوا وقع عليهم مشاكل وسميتو بيأسوا الجمعيه الاولى. مشاو لعند واحد الوزير صديق ديالي هذا اللي شتي سي عبد الله غربي الله يرحمه.
قالوا لي نعم سوينا مشى عند واحد المحامي وزعني ومشى عنده سميتو واحد المحامي بن جلول والسي محمد قميح. قال لي نعم سوينا نأسس واحد الجمعيه وبينك تكون يعني من الاعضاء ديالها انت 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 تقسم الديور. قال لهم واحد عجنا كان فينا هو. قال لي نعم اسمع معنا. قال لهم انت نحسبوني ما معاكمش. ودرى عليهم واحد الله العظيم راه ما زدت ولا نقص كنقول الحقيقه. واخا بغيت نسولك على واحد القضيه. نعم سيدي. واحد طويه جابوا واحد السيد وكتسمعوا ليه وكان هذاك طويه من معروف يعني عنده قيمته. وجا طويه اخر وهذاك طويه جا فوق السلك واقيله في مزني وضرب شي عيب وعاودوا الاخر وخلاه لكم. هذه القضيه ما تستغربش فيها اسيدي. هذه القضيه ما تستغربش فيها. في واحد الوقت نقول قبل من 70 نعم كان الشريف مولاي العربي وقاعدين شي دراري مشاو للدار البيضاء سي محمد لماران درويش خرج لفرنسا اعوذ بالله من قلت انا سي محمد بن يدار ياك فهمتيني قاعدين قراب لابراهيم وابراهيم من الزهين وناضوا الطيور ديك الساعه كانوا تيتنفوا كان الطير الا بدا تيقفل على الاخر الاخر تيخرج ليه الدم من فمه وكيموت. سبحان الله هذه ما كنت كنثيق بها. لا كاينه. ناض الشريف قال لواحد تيقول ليه مولاي العربي المسعودي قال ليه ولاقيوهم والطيور هايجين قال ليه لاقيوهم وحاصلوهم ما يلاقيوهم بقى الطير ديال مولاي العربي تيقفل على هذاك تيقفل عليه واحد شويه هو بدا يقول هذاك بيت 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 وما يجروا على الاخر علقوا هذاك ومن زين علقوه في الشجره الاخر بدا تيهضر الاخر قعد واحد الساعه ما تكلمش ملي بدا تيهضر هضرته مشات الله يرحمنا بيرحمه هز الاخر كلا ولا تيهضر بالكلام ديال داك اللي قفل عليه ولا خو تيهضروا بحال بحال. وهذه اللي عاودت لك انايا هذا الكلام اللي قلتي يعني سبحان الله العظيم هاد سي محمد قميح علاش هضرت ليك كان صديق ديال مولاي العربي الفهد الله يرحمه وليه برحمه الله معلمت المعلمين واحد ولد بالقادي حطوه في حدا الجنان الكبير بينا نتسنطوا ليه بالقادي كتهضر على الطير ديال الوكال ديال ديال, ديال الراجل وقاعدين كنتسنطوا واحد شو هو ياخذ واحد الولد لوكر وقفوا بالسلك كي قلتي هو يقول واحد الخرج ديال ولاد الجنان الكبير ديك راه باره 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 بيك شك 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 برقاو وهو يرضى عليه ولد بالقادي في القفز وهذا عمره ما قال شي كعيه ولا ومولاته يعرف الكعيه هي الخطا هي الخطا عمر شي ديك الكعيه ما قالها لدار شي 10 سنين ولا هي 8 سنين وهو كاسبه وهو يدور مولاي العربي قال له واش تسمع مولاي العربي قال له والله الا سمعت ناض بحالو ما رضاش هو يهز بالخطو خلى لك الطير خلى الطير لان صاحبه كاين خلى الطير ومشى في حالته ما رضاش خلى الطير ومشى في حالته الحاصل انا قلت لمولاي العربي قلت له الطوير باش ما كان مولاي العربي بيت كليته و 3000 وجيبوا ليا عطيتي فيه بشكليط ديك الوقت ديك الوقت اش من عام هذيك ايوا جيت تقريبا في 78 عطيتي لي بشكليط وعطيتي 3000 ريال 3000 ريال بقيتي بلا بشكليط فهمتيني اش خديتي ايوا خديته على الجمال ديال وديك الساعه وفيه الكاو اسمعي ما عمرو قالها في عمره باقي والله ولا عمرو جبدا بقى عندك شحال دوزها تير ولده وكدا ولد جنان بالحاج مرات كله كيسجل عليه دروك واحد الخطره كيتنف هو وبوريشه ديال الشريف مولاي العربي نيت توخر ديالي بدا تيتغالقوا تيتغالقوا واحد شويه هذاك قال لي الخرج الرئيسي بدا هو يقول لي لا قلت بارك بارك لا ولا 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 وينوض سي محمد قال لي واش سمعت يا خويا هنا كان قلت له واش سمعتي انت وما انا غادي نسمع حتى هو من وراء هذيك عمره ما باقي قالها ايوا على اين سي احمد نكملوا الحديث ديالنا نعم اسيدي نكملوا الحديث ديالنا و بعدا كتسمع راك خدام راك خدام كتحفظ ايوا راه هو تي ها داير ليه البركه تي باقي ما عيتيش من الحفاظه باقي ما عيتيش من المقنين باقي غادي نقول لك واحد الكلمه قال لك عمر هذا مثال ها ياك فهمتيني قولوا اللي مبلي بشي حاجه مبلي بها واخا تكون فيه الموت الا شافها يهز راسو واخا سي احمد هاد الطير اللي كنسمع كاسيطه هادي
مصيبها انت؟ هاد الطيور هادو واش مصيب انت؟ مصيب بالبيسي ولا؟ لا لا لا، الطير عندي كان حي اللي تيهضر، ولكن هذا الاول دابا اللي تيهضر اييه كندير واحد الولد اييه يعني في مراكش صديق مولاي العربي اييه هو اللي كان كاتب هاد الطير هذا حي يعني مشجل هذا حي مشجل دونك ماشي مونطي ماشي مونطي هذا لا 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 واخا سي احمد مادام هضرنا على الحفاظه وداك الشيء والمونتاج كيفاش تم انا الله اعلم انا كنسمع بان كاين توثيق ديال الطيور المراكشيه واش هادشي صح ولا لا ايوا اللي بغيت نقول لك يعني التوثيق ديال 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 الطيور المراكشيه بديت وانا نعم سيدي من 1970 1970 ومن الاولي اللي حفظوا بالكاسيت في مراكش من ورايا انا تبعني حسن ولد السباسي ياك فهمتيني داز تقريبا واحد 10 سنين ولا 15 عام ولاو اجل الكسابه في مراكش كلهم تيحفظوا بالكاسيت ولكن سمعت قلتي لي اول واحد سجل الطيور ايه تسجيل ديال الطيور الوحيد في مراكش اللي سجل الطيور القدام اللي في الاقفاص واللي في الطبيعه لا اللي في الطبيعه واللي في الاقفاص اللي في الطبيعه البلايص اللي ما كانوا فيه يقدروا يتقبضوا فيها كنطلع المسجله وتنحطها حتى يرجع لحدا العش ديالو كيف ديال طلع المطوى تيتسجل علاش ما كيقدش يتما علاش ما يتقبضش هذاك الطير علاش شي يكون لان كان الجنان تدخل ليه ما كاينش فين الجنان فين تحط فين تحط ليه ولا فين تقني ليه وكان الطيور اللي كانوا عندهم واحد الفاطنه سبحان الله صح ديالو الفرخ تيتم جا كيفدفد ما تيحكلكش فوق الكتب ويدير سلات ويزيد سبحان الله العظيم واش كيهضروا معاهم واش العلم لله دونك انت من الناس اللي من الاولين اللي سجلوا الطيار اي من الناس الاولين اللي جابوا اللي سجلوا الطيور القدام ديال مراكش اش من عام هذا الشيء الستينات السبعينات تقريبا من 75 لهاد الجيل 75 ومحتفظ بالكاسيتات كاملين كلشي باقي عندي وهاد التسجيل يعني ديال الطيور ديال لوكورا مثلا ملي نقول لك الطائر ديال تورزا عندك لو فغي ديال تورزا عندي ثلاثة ولا أربعة هاك داك يعني دي فغي وكتخليهم بالعيوب ديالهم متحفظ ولا كتنقي لا تنحيد بال... العيوب الأخطاء المعلم ما غاديش يحفظ الدار بالتعيا ديالو تتحيد لك الأخطاء وملي تيحفظ لك وحنا كنا تنحفظوا المياست والمياست هما اللي تيحفظوا لينا المقنين هاك داك وتيعاود يجي واحد المقنين ثاني خير من المياست وخير من داك يعني كنتو كتحفظوا كما كنقول بالمنقار بالمنقار امتى بديتوا الخدمه ديال المياست ايوا الحفاظه ديال الحفاظه نقول انت الاول نسيت يعني من الاولين كان دخل عندي واحد الله يرحمه مسكين تيقولوا ليه الكبران جيت بغيت نبيع عليه شي نتاوي وداك الشيء اييه وشاف قال لي اش وليدي هاد الخويطات اش هاد البيقات اش هاد الشيء وهذا راه ملعب قديم غتكون عنده ديك الساعه 70 عام اييه سبحان الله يعني يكون بقى دروكا غتكون عنده ديك 130 عام قلتي لي كنحفظ اييه قلت لا ما قلت لي لا تنحفظ لا والو دزتي خاوي كتمت السر و وقول لي سي احمد ذاك الوقت واش كان هذاك الشيء ديال كما كيقولوا لا دوميناسيون ديال الكلام هذا ما يعطي لهذا وهذا ما يعطي لهذا حيت ديال الطبيعه عطاها الله اللي بغيت نقول لك اه علاش انا عطيت بزاف ديال المراكشيين الطيور ديالي وطيور معلمين وكبار وديك الوقت شاريهم بالثمن وتعذبت عليهم وتكرست عليهم شنو هو السبب؟ لان بنادم ما فيهش الحقد وتيبغي يسمع ديما الحاجه زينه وعند الناس الحاجه زينه صح اش قدا في المكان الا عندك طير وخبيتي غدا ولا بغدا وقعت لك شي مصيبه ولا شي حاجه ومشى هذاك التراث ديال البلاد ماشي ديالي انا صح ديال ولاد البلاد كلهما ديال البلاد يعني قروا به ولا ما قروش شغلهم هذاك انا الواجب اللي عليا راني درته واللي عند الله سبحانه وتعالى درى به نعم اللي قال واحد يعني واحد اللي خلق الدنيا كلها هي الخالق سبحانه عز وجل ياك فهمتيني نعم
تيقول لهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صح، معقولة. فهمتني؟ لا نريد الله سبحانه وتعالى كيقول لك ما بغيت منك والو. من عمل خير فلنفسه ومن ساء فعليها. نعم اي حاجه درتيها ديال الخير درتيها لراسك، واخا درتي مع دوك الناس الخير وعطيتيهم لي كاسيت وداروا وما باش يذكروا اسمك وما باوش، فهمتني؟ الله سبحانه وتعالى راه قال لك بالجميل ديالك وتيزيدك خير في خير. واخا سي احمد، شحال نقول لك، الطين الطين اللي كان عندك ومات وبقى فيك. ما كنضحك. الصراحة جوج ديال الطيور أيه ماتوا ليا وبقاو فيا، هذاك ولد بال قديم عنو أيه، ولد الجنة الكبير ديال مولاي العربي الفحت بوريشة. علاش بقاو فيك هادو؟ بقاو فيا لأن واحد الأداء وواحد الجمال ديال الكلام وواحد الرنين وواحد الكريستاليزي في الأصوات ديالهم اللي ما بقاتش في الطيور دروك. يعني هادوك هما اللي كانوا عندك طب؟ إيه، لأن ما يمكنش تجيب خوه ولا خير منه. وجاز عندي واحد ولد عرس 27، فهمتني؟ هذاك ام الحسن كان تيجي بال لحدايا كان تيتكلم. شنو ام الحسن؟ الحسنية. الحسنية، والكلام ديالو سبحان الله العظيم كان متميز على ام قنين ديال ديك الوقت. كتسمع تربى 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 تربى. واحد ولد بان خدي ما داش خوه، هادو كاع اللي كنا تندويو عليهم، حتى بهذا اللي مات ليا. ياه. وفيه ربعات الخراجات. صافي. ما فايتهمش. كيبدا يقول لا 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 لا. يباني باني 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 باركس باكس برينكس بري لا 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 لا. يباني باني باني باركس باكس برينكس برينكس بريو لا 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 لا. هذا هو كلامه. ولحن زوين هادشي. والله العظيم نجيب لك الكاسيت وتسمع هذا الكلام. لا لا متعلقين بك اودي السي. هذا هو الكلام ديالو اللي تيقول. سي احمد، ملي سولتك على اللي كونكور قبيله يعني غيكونوا هناك حكام. نعم اسيدي. واش سي احمد دا التحكيم؟ على ليبوك درتو في مراكش، درتو في اكادير، درتو في اسفي، ونهار درتو في مدينه اسفي، ولد اكبر مولوع في البلاد هنا في اسفي. شكون هو؟ الله يرحمه والديه برحمه الله، السي عمر حجي. نعم. وغالي من الاغنياء ديال البلاد، وكان تيبيع ويشريه في الطوس والعنبر والعود القماري، ويقام له ويقعد، وولدو معلم المعلمين في المالينوا وفي الفلاوطة وفي المقنين. تبارك الله. سي محمد حاجي، ياك فهمتيني؟ والمعلمين اللي دازوا فاسي عندك هذا الراجل في الرومية، عندك سي محمد الروبي، عندك الباقر، عندك بن ابراهيم ديال سميتو، عندك سي محمد الزوين، عندك سي احمد الجمعاوي، عندك مشي ميشا، وزيد 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 لا يحصي عددهم الا الله. وجلست عندهم مقنين. كيفاش تعلمتي قواعد التحكيم؟ ايوا قواعد. تعلمتي بشي حكم قديم ولا؟ لا لا، قواعد التحكيم يعني سهله وبسيطه حددتها. شنو هي؟ حد بنادم تيفهم المقامات. نعم. ديال الطيور. نعم. وتيفهم الحلات ديالهم. نعم. وتيفهم يعني القجات ديالهم، يفهم الحصورات ديالهم الخايبين. الحصورات، الحصورات كتعني بها انت، حيت حنا الا قلتي لنا الحصور في كازا عند الموالي هو داك الحصاه، ديك القجه، انت الحصورات هي السدان. عندك القجه وعندك الرقيو، ياك فهمتيني؟ وعندك نعماتي بحال في الروميه، الا بغيت نهضر لك في الروميه تنقول لك هاد الطير هذا هو مانينوا، ولكن فيه تسافر. اييه تسافر ديال الكنار، ديال الكنار، ديال تشاو تشاو. حيت الكنار الكناري نورمالمون اي واحد سمعو كيقول لك كيصفر مزيان داك البلد ديالك. راه قال لك انهم لا يعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واحد الانسان اللي عنده الفقه وعنده العلم في واحد الحاجه ما غاديش بحال دابا بزاف ديال الانواع تيبداو يخسروا في الكاسيت وفي الكلام وتيقول لك اودي راه هادو راه ما كيفهموا والو خليهم. لا بالعكس، خصك توريهم وتعلمهم وتوريهم الحاجه على حقيقتها. على حقيقتها. ما تغيرش فيها، واللي غير من غشنا فارسا منا،
وبالنسبه للحكام دابا انت دابا كتحكي كاينه شي لا جينيراسيون اللي جاتك مواك دابا تبارك الله كاينين حكام مزيانين. ودابا الحكم انا حضرت معاهم وقعدت معاهم قعدت معاهم في شحال من من كونكور. كاين الدراري تبارك الله اللي بحال نجيب تبارك الله يعني يعني ولد فاطين وعنده لدن ودازو عند با بعدا اللي ولدو الطيور وتا هو دازو عندو الطيور وتا يعرف ولاد الودان ويعرف في المثل واخا الاكثريه فيهم ما سمعوش ولا الاوكار الاوكار قدام تا اللي قال هذاك جمعات رجليها وشي حاجه قريبه تجلو عند ناس اخرين ماشي حتى في المستوى ديال دوك الاوكار ولكن كيتسمى ولا الاوكار هدر خايب ولا زين. كتعرف كتعرف الحكم كالا الله يودي محمد كالا يا الدار البيضاء اي في الخلويه هذاك في الخلويه ماشي في الكوبيه ماشي في الكوبيه اي في الخلويه من الناس القدام حتى هو ديال الحك وشكون اخرين في مراكش عنده التجربه ديال التحكيم في الشباب مثلا ولا في الشباب كاين نجيب حتى هو راه شبابي واخا بدا تيشوف شويه عندك طلال عندك واحد القرد تيقول ليه القرد هو المعلم ديال طلال اييه وعندك القبريه اييه حتى هو ياك فهمتيني راه صاحب القرن أيه. والمعلم ديال اللي كان تيتاخذ منه الكلمات وتيتاخذ منه هذا كان تيبيع عين الحريره اييه تيقولوا ليه شي يقولوا ليه السميه ديالو تنسات عليا وكانوا عنده ولاد جناح سراد ديال الصعاد رحمه الله اكثر هذا اللي سمعتي دابا الاول راه ديالو ولد جناح سراد ياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على إيه؟ على إيه؟ جيبوا الحكام، الحكام أش خصو يتميز فيه؟ شنو هو الخصال اللي خصو يكونوا فيه؟ الخصال اللي يكونوا فيه؟ الحكام الخصال يعني الخصال اللي خصهم يكونوا فيه الحكام هو يصدق الله مع راسه هو أييه عاد يصدق الله مع الكسبة نعم لأن هذاك الكسب حيت يجيب تيرو تتعرفو أنت بين زين تتعرف كلامه زين وتتعامل تديرها كلها راه تضر غير براسك ما ضرتيش بداك الانسان صح ولكن الكسابه كلهم راه كيعرفوا بنت روزين وتيعرفوك انت راه درتي الخطا ودرتي غلطه ما باقيش الناس يديروا فيك الثقه. ثانيا صدق الله وتصدق نفسك وفي القران الكريم تيقول لك الله ولا تبخس الناس اشياءهم ياك فهمتيني دائما حاجه الانسان تحرى عليها وذكرها بكلام زين والتر تيحكم على راسو انت تكون 200 تصن في التريبين والحكام جوج ولا ثلاثه قاعدين وراه كاين الناس اللي معلمين على دوك اللي قاعدين وما عرفهم غير الله وساكتين والحياء وما تيقدروش يهضروا وتا يعرفوك بين درتي الغلطه بين داك التر راه في المثل راه خير من الاخر الله يهدي ما خلق يا ربي امين قول لي سي احمد الله يهدي ما خلق قول لي سي احمد شنو الطائف اللي وقعوا لك في شي طيور ولا في حياتك مع الطيور ولا شي حاجه شي طيه عجبك وما لقيتيش ليه جهد باش توصلوا دابا الله علمي لا عاودوا لك شي كلام وبيتي تجبدني عاودوا لك شي كلام وبيتي تجبدني تيقولوا الناس ايام الجاهليه ديك الساعه كان الصحه وكان بنادم بارك الله وتتسمع واحد عنده طير وما عرفش ليه بحقه وتجي تبغي تدي عنده تخلصوا ليه وتعطيه رزقه وداك الشيء وما تيبغيش يبيعوا ليك يعني الزلمه واش درتي ليه؟ داري جاه الزلمه واش درتي ليه؟ الدار خصني نديه بالك هاد هاد الدار هذا اللي كنعاود لك دابا مراكش كله كيسجل منه والجنان بالحاج غادي انا بين بندره وبالقادي واحد الحفره وتنسمع الدار اللي تيهضر وبنادم ما كاينش وتميت غادي بالموتور تا هو تا وقف في الحفره تيبان ليا اكبر واحد دو الصحه في مراكش هو اللي عنده والمدبزه هو اللي عنده دار فيا ديك هك ويقول لي انا ريت تيقرجا قلت له اش هادشي اخويا ابن الفاطمي قلت له اش دير هنايا الطير ديال من قال لي راه غدا ما يدوش بيضاوة من عند باع بوليس مشيت من عنده مشيت لعند باع بوليس لسيدي بن علي سيدي عباس كيداير لا سيدي محمد بخير عمر لي تاب كنت عنده شي عزاوي تبارك الله غير هما قاعدين عنده قلت لها قول لي يا عباس الله يرضي عليك هذاك التوير ولد ولدان اللي قاني به بالفاطمي من ورا بندره واش دير قال لي هي ديالي
وراه داير مع شي ناس بيجيو بغيت نبيعو ليهم. قلت ليه شحال بغيتي فيه؟ ياك فهمتيني؟ نعم. قال لي تعطيني فيه 3000 ريال السي محمد. جبتها من جيبي مديتها ليه. قلت له حتى نخليه عندك حتى نبغي غادي. قال لي لا سير عند بلفاطمي وقول له القصبة يسوسها ليك هاني مارا راه فيها الشبة والحرمل وشي حبيبات ديال السانوج بس باش يعطيه لي. هذه هي اللي مرة لأن هذاك قال لي إلا جبتي لي شي مرة راه نعطيك الطير. صافي. وهذا راه والله وجهو 10 المعلم اللي عنده لا داو داك الطير ديك الوقت. وواحد الطائفة ما عرفتش اللي وقعت لك ولا شي واحد أخر شي تشجال جات تقيب الحيوط. إوا خلينا من هذا. قال لك ولا تبخس الناس حتى انا بغيت نعرف الطائفه. لا هاد القضيه والله الا كاينه. شكون دار هاد القضيه؟ كان واحد عنده واحد الطير. فهمتيني؟ ومعلقو في واحد المسيريه. تسنت ليه وديت انا المسجله وديت العصا. وفيها الميكروفون وضربت السرجم حتى تحل. علاش؟ وكنت تطلبو؟ وهذاك البيت بيت نعاس هو مرتو. لا كنت تقول لي اعطيني سجلو. والله لا سجلو ليك. بالله. كي طلع عليا درت ليه. بخيت تا نسجل تا سجلت وزدت في حالتي. واخا سي 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 احمد سي احمد غنسولك واحد السؤال دابا غادي تكون معايا فيه صايح. لا ماشي انت دوزتي الطيور القدام. نعم اخويا. وانا سمعت قلتي لي هادو طيور حيين. ايه. ما هو رايك فيما نسمعه الان في التغريد ديال الودانيه المراكشيه؟ ما هو الفرق؟ ايوا دابا الفرق. وفين كاين الخطا؟ لا غادي نقول لك واحد الكلمه. دراري تبارك الله عليهم. دراري تبارك الله عليهم خدموا. نعم. ياك فهمتيني؟ نعم. وما بيهمش. ولكن الخطا اللي داروا وهما ما تشدوش الخلويه ديالهم المصله وحفظوها مصله كي دايره بالتراث وحيدوا الكعيات. هما اش داروا؟ ولا حتى الا بغيتي تحفظ في المثل جوج طيور تشد اودان والمامونيه وحيد الكعيات ديالهم مقاربين. شد الجنان الكبير وبالقادي وحفظ طير فيه ثلاثه الحفايض. هما اش كيديروا؟ هما اش كيديروا؟ ولكن تدخل للسينما تعرف فيلم ديال عمر المختار ولا سميتو كيدير. وملي تدخل لهذاك الفيلم تتفرج تتبدا تفرج في عمر المختار تيبان لك كاسيدي ولا تيبان لك ديال بكيمار. لا عرفت شنو تاهم. وافكرتيني دابا في ذاك الطابلو اللي قلتي لي ذاك الرسام اللي بغيدي اجمل امراه. عاود لي اجمل امراه في العالم. اش بغيدي؟ هذا طالياني. اش بغيدي؟ شد العينين. اجمل اجمل امراه وشد له الدنين ديال اجمل امراه والمناخير ديال اجمل امراه والشعر ديال اجمل امراه وصايبو جاه هو يخرج ليه عفريت. وهي هذه دابا اللي وقعت. دابا كتقول لي راه الاصل تيبقى اصل. لا اي متفق معك السي. راه كتسمى لا تونتيسيتي. اي ولكن انا كنسمع شي طيور انا على حساب ودني انا. هذوك الطيور اللي كنسمع دابا في اليوتيوب ديال المراكشيين تبارك الله انا كيبانوا لي الله اعلم انا ما كنعرفش الكره. زينين ماشي تنقول لك انا خايبين. زينين والاداء زين وكل شيء ياك فهمتيني. ولكن انا بالنسبه ليا كمعلم وتنعرف لوكار ديال البلاد وتنعرف راه كاين الطير اللي تنسمع فيه خمسه ديال الطيور. ومزيان. لا ما مزيانش. علاش ما كانت الحفاظه كامله سمعتك. الطير من قنين تتحيد منه القجه تتحيد منه ديو تتحيد منه كعو كعو تتحيد منه قساق 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 تتحيد منه جا 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 لان البحيات راه كاين انواع صغارتهم حلوين بلا قساقسه وبلا جا 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 وبلا ياك فهمتيني. والكعيات تتحيد وكاينه كعو كعو اللي تتسمى ركيكه تيقول لك عي كعي كعي وهي راه ماشي كعو كعو دونك تتسمى سطيله ركيكه. كاين كعو كعو كاين كعل 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 ياك فهمتيني. دونك انت ما كتنصحش بهذه الطريقه اللي قلت. انا كنبغي الاصل. صافي ياك فهمتيني. عندنا خياط خيط جلال بنت الفريع في المثل في البلاد وجلبته البسان حسن الثاني الله يرحمه ياك فهمتيني. والقياد القدام وحيت تمشي لعند شي جبل يا لما يخسر لك الصدف لما يخسر لك الكم. عزيز عليا الاصل. ولد بدال ولد بدال ولد جنان الكبير ولد جنان الكبير ولد المحيطه ولد المحيطه ولد التنسيفت ولد التنسيفت ولد العوينه ولد العوينه هذا خلطو خليط راه ما فيه الاذى. صنف انت واحد الطائر كيقولوا له ميسي ديال السيكوباريه. هذاك ميسي راه تير ماشي خايب
ضربه واحده اللي انا كمعلم ما تتعجبنيش. شنو هي؟ لا هي لا ديالو هو ولا تير حسن الكلب. نعم. ولا تير خالد كحيله. هذا بالنسبه لك انت الراي ديالك. بالله الراي ديالي كمعلم. كمعلم متفق معك. ياك فهمتيني؟ نعم. خالد كحيله احسن تير تخر في الخلويه مرات كله. تا هو ديك زد فاز 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 فاتي تا هي مشيعه. عندك التير ديال حسن الكلوب هو اللي دار لهم الكوليرا كلهم، لا الجوبرية ولا الطلال ولا القرن صاحبهم ولا وزيد وزيد وزيد. لا شي تير فيهم ما تيدير ديك الزدفه 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 وما تيقول لك شي. وهذيك الا حذفتي ما قبل الاخير في البيسي وخليتي ديك الباتيه بوحدها غيجي زوين. ما سمعت شي ديال طبيبت. الا حيدتي ديك لا تيمينيزو ديك لابيل داك الغوده اللي قبل من تشي من تشي. اييه وما قضيه الكلام وقضيه تسميتو دراري ولاد البلاد وتعلموا على معلمين اخرين. نعم ياك فهمتيني. ولا داروا كوبيه ديالهم راه ماشي شي حاجه خايبه للناس تا خراجات مسلسلين ومسموعين وزينين. ولكن الا سمعتي انت هضره ديال وكر باك النمط راه كان احسن. نعم. تتحفظوا واليوم ولاد كويكوز دوك اللي تطعموا بالسراج راه اللي عطيتيها لهم تيقولوها. الناس اللي هضرتي عليهم دابا الحمد لله مستوى رافع بحال الكوباريه بحال الناس هادو زعما مزيانين بارابور ليك انت. لا ماشي انا ما قلت لك خايبين. هضرتي لي على الستيل ديال الطي ديالهم. قلت لك خايبين غير اتقوا الله فهدرت طيور مرات. لان سمعت انا شحال من حاجه مدوزين وضايفين ليها تعاد اخرين وضايفين ليها خرجات اخرين من غير الاوكار باقي هاد الايامات رشدوا الله الخير للجبريه. انا اللي فهمت ولا كيقول بان هاد الطير راه ملقم من الطير الاخر. بلاتي انا اللي فهمت منك السي احمد دابا تموديفات الشغل يعني بالنسبه ليا انا الا جا واحد لو جون ياك. نعم. وجا مثلا الاخ كوباريه ولا شي معلم اخر ديال مراكش وسمعني مثلا ميسي ولا سمعني شي واحد اخر غيقول لي هاد الطير راه فيه جنان الحصيره ومثلا والكتبيه والمامونيه انت ملي غتسمعو غتقول لي ما فيهش هاد الشيء ياك. نقدر نقول لك فيه نقدر نقول لك ما فيه. يعني انت غتحس بيه بانه اسكيلي اوريجينال ولا لا؟ الا كان اوريجينال غتقول لي كاين. انا غادي نعرفوا ملايين ديال الدراري مرات المعلمين غادي يعرفوه. ولا ما كانش اوريجينال أنا في كاين بعض الاخطاء ولا بعض الطيور اللي ما ماشي تلوكروم ضيوفين. اذا انا كشاب غيتلف عليا التاريخ ياك. كيفاش؟ انا كشاب مولوع شاب غيتلف عليا التاريخ ديال لوكوا على هاد الحساب الا مشيت. ما كاينش تعرفوا كاع انت الا عرفتي تعرفوا مخلط يعني ما كاينه معنى. واخا سي احمد سي احمد ما بغيت نعرف سي احمد بغيت نعرف بالنسبه للكوبيه ديال اللي هي كوبيه شنو هو الراي ديالو. بغيت نعرف عليه واش عنده شي معلومات على الكوبيه واش كتعجبو ما كتعجبوش واش اللي بيان فات ولا لا. غادي نقول لك الكوبيه يعني من ارقى نعم ما داروش الصبريون في لا فاسون ديال الاداء. نعم. والكريستاليزي ديال الصوت على حقيقته. نعم. واخا تعاد دخلال. نعم. كاينه تعويقه وحده ويمكن كاينه عاد داروا باجيو وداروا فهمتيني. نعم. من غير هذا الشيء يعني الكلام حسن وجميل ولكن غير مقنع الانسان اللي عنده بحر ديال المقنين في ودنيه. نعم. تتسمع ثلاثه ديال الخراجات اربعه وحصول وكاين اللي تيتحدث هذيك الهضره اييه ما يجيبش عليها. نعم. وكاين اللي تيقول بلي 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 باتيو 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 بلي سبيت 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 لو 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 تشي ولا سبريسيه مجندره تشي. نعم. وعندك الزهر الا ما قال لك تجاع اييه كاينه حيت يقول ديك الجاع راه اور كونكور اور كونكور بحال تير الا قال لك طبيب اييه راه لا علاقه له بالكلام. واخا عندي دابا واحد السؤال ماشي ديالي غنسمعو لك. نعم اخويا نسمعك واحد السؤال ماشي ديالي. اييه غادي تجاوب عليه. صباح سعيد كذلك لكل المولوعين داخل المغرب وخارجه. سؤالي للسيد السي محمد عجنكان الذي يعتبر هرم من اهرامات تربيه الحسون داخل مدينه مراكش وعلى الصعيد الوطني المغربي ايضا. تنعرفوا باللي سيدي محمد عجنكان هو
الان شيخ من الشيوخ ديال الولاع تربيه الحسن من طبيعه الحال، وعاصر اجيال واجيال منذ تقريبا الستينات. السؤال المطروح بشكل مباشر هو انه السي محمد في العصر ديالو الذهبي او العصر الشبابي ديالو، الشيوخ اللي كاينين الان اللي عاصروه كانت عندهم طريقه خاصه في الشباب ديال اليوم انه استطاع ابداع ويبتكر طرق اخرى خاصه بالتحفيظ، وذلك عن طريق تركيبات خاصه بالحاسوب. وهذه التركيبات هذه تعتمد او لا كتعتمد بالدرجه الاولى على مجموعه ديال المقاطع الاصيله الودانيه، وبالتالي كتكون ديك التركيبه تركيبه متنوعه الى ما خصنا نقولوا بالضبط انه كوبيه ودانيه. بغيت سيدي محمد انه يفسر لنا ويوضح لنا الاداء بالتحفيظ عن طريق المنقار اي عن طريق الجدر، والتحفيظ عبر تركيبات خاصه تنتج او لا يقوم بانتاجها المولوع بطريقه التركيب عبر الحاسوب. هذا الشيء اللي بغيت سيدي محمد يوضح لنا بالضبط. نقول لك واحد القضيه، هذا المولوع يعني باه الله يرحمه ووليه برحمه الله، نعم، مولوع تزاد في دار ديال الطيور وديال الكسيبه، نعم، الخشافي هذاك مقنين في المثل اللي بغى يحفظ بلورديناتور، كي غادي يدير هذيك سكلا سكلا سكليس سكليله ولا 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 كي غادي يقول لك التباك سباريمو سباريمو هاكس كراكتي بالشاعريه ديالها وبلطغه لطغه الكلام، ياك حوار العين ولطغه الكلام تجعل من لم يعتق يعتقي. الصوت اعطاه الله سبحانه وتعالى ابو حسن بواحد الجمال بواحد التكوين بواحد الرنين وبواحد الثقافه علميه ديال الله سبحانه وتعالى، هو اللي بغاه يكون هكاك، وحنا اللي بشر قطعه من الله، ونفخ فيه من روحه من ماء حمائين، بغينا نتقدموا قدام الخالق سبحانه وتعالى باش نديروا لورديناتور نحفظوا طير بالتريسينتي، راه لا يعقل. اجمل طير خلق الله في الدنيا هي ام الحسن، واللي تبعات هذيك اللي تنقول لهم جنان ديالي جنان ديالي عيسى كرم الى لقيتك والي والي والي، وبالحداد اللي تيقول لها دقيني دقيني قدي، وتنقول لها الاخرى كيترا 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 الكرموسة مخورة وانا مازال ما فاطرة، تيقول لها تزرع تيقول لها طرز 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 طرز، انت اللي ديتيها بنيتي يا على اين اخويا اسيد الخشافي الزين، الله يحفظك ويحفظ هذه الكلمات العذبه اللي سمعت من فمك، راه لا يعلى على تونتيسيتي، راه لا كرياسيون تتبقى اكرياسيون، ولكن البحث حيت يبحث الانسان في الواقع وفي الاراء اللي هي واقعيه وحقيقيه، راه لا يعقل على على صوت المنقار والرنين ديالو الكريستاليزي، وراه كلكم كماليه تتعرفوا مقنين، راه ما تتوصل للاداب والخلق الحسنه ديالها حتى تدرك خمس سنين ست سنين في الولاعه، عاد تتصلح الاداء ديالها وتتولي طير. البدله الاولى هادو باقي تيجربوا مازال كاع مازال تيقرقب مازال يعني تيسمو تيجيبوا لك سمع اخو تسمع عندك جاك الطير ورخص ليه ديالو قال لك ولا تبخسوا الناس شاءها، كنقول لها هاد الشيء راه زين كتبوا الله يكمل بخير ياك فهمتيني، ولكن هذاك الا توليه الله العمر وبقى عنده نفس الطير تدرك عنده ست سنين ولا سبع سنين وكان معلم كي دازو المعلمين القدامى خويا الخشافي ما تيشربوش طير من الماء الروبيني وما تيديرولوش في القرعات الميكا ثلاث ايام تيخنز الماء يشدوا قرعه ديال الدجاج وتيلوحوا فيها مسمار ديال الهند، ولا تيشدوا البراند فالشرب الحاج كامل قلاوي الله يرحمه تيتسمى البراد ديال التوتيه فيه كان تيدار تيزين وتيديهم عند المعلمين وتيقطعوا لهم الكيسان لا للفلاوطه ولا للمقنين، وتيدير له ذكر ديال الحمصه ولا جوج تيلوحهم ليه فيه
ودوك عندك حتى 3 سنين وتسمع الصوت ديالو الله ينعلمو لورديناتور وينعلمو حتى داك مول التفاحة. تبارك الله على السي أحمد، تبارك الله عليك، وكنشكرك على هاد الوقيته اللي عطيتيني، وكنشكرك على الاستضافه اللي استضفتيني اخويا سي احمد. بارك الله فيك. والله الا ساعه مبروك اخويا. بارك الله فيك اخويا، بارك الله فيك. ساعه مبروك. شكرا اخويا. سي تان كرون بليزير. شكرا. وراه هاد لافوا اللي غادي فيه ان شاء الله راه غادي تسقي المواهب بعد الناس. بارك الله. وغاتسمع لهم معلمين اللي درسوا تبعوا ايام قليله في العلم. وتا حد ما عرف لهم بحقهم. شكرا السي احمد. راه كله وزيد. شكرا السي احمد. ساعه مبروك هذه. والله يجعلنا نتلاقاو في ساعه اخرى. شكرا. عالية عالية. المزايا الثلاث.